ترى السنسيشن مع البون النيرف اندنجز الموجودة بالبون قوتها اكثر من الموجودة بالسوفت تيشو. ليش؟ البون بورس مفتوح. يقول لك اشرب مي صل علي. ما هو تفحص ماكو كريز. ماكو اي توث واصل الكريز مالته للبوب او انه اصلا في كريز بس يقول لك انا من اشرب مي صل علي. تباوع سمنتو انيمال جانكشن مضبوط. ماكو ما عندنا اكسبوز دنتين. ما ادري شنو الكوز. هالبيرودنتال ابسس. تمام؟ هيلينج تايم مالته ديفرز حسب الريسبونس مال بادي. النوع الثاني شنو؟ بيريكورونال ابسس. بيريكورونال معناته شنو؟ حول الكران. حول الكران. Arises around the crown of a partially erupted vital tooth, usually the third molar. Usually the third molar. Most commonly third molar. شن صيح لها هاي الشغلة؟ صيح لها pericoronitis. تمام؟ البيريكورونال ابسس هنا صيح لها pericoronitis. اللي هو شنو هو؟ الايد توا طلع او any given tooth توا طلع. اكو soft tissue بعدها فوقها. هاي شو يصير؟ food impaction جواها. The trauma from eating. شو راح يصير؟ راح يصير body response. مو الا infection. Body response. سوت هاي المنطقة حسست صار بيها inflammation. سوت لي pericoronitis. شنو treatment؟ تريد مالتها انه اكسجين. After antibiotic coverage اسوي لها اكسجين. ناجحة؟ الاكسجين اي كلش ناجح. خاصة اذا مثلا عندكم باللور 8 التوث ده يطلع وعنده مكان يطلع وطالع عدل. بس هاي الجنجيفا فوقها هي مسوية 3 بين. شو اسوي اني؟ بالبليده كات سنجل ستروك راح تقص لي اياه انتهى الموضوع. يطلع الربشن تمام بس لازم طال لها شو تطيق اني؟ انتيبايتك كفرج. واضح؟ ثلاثة abscesses may also arise in association with infected cysts. Odontomes. Odontomes شنو معناته tooth. تمام؟ And the bone fractures. Implant and other foreign bodies or through the blood. واضحة هاي النقطة ولا لا؟ واضحة ولا لا؟ أنت دكتور أيضا. أعيد. يقول لك الأبسس ممكن يكون مو إلا عن طريق ذنين شغلتين. البريدنتال أور بريأبيكال. ممكن يطلع بغير شيء. السيست. صار في انفكشن صار عندي سيلولايتس فتح. تمام؟ التوث نفسيته التوث نفسه يكون انفكتد انسايد بلبل ابسس عنده اللي هي بعدين ممكن يطلع بشكل بولد. تمام؟ بون فراكشر ممكن يسوي لي ابسس يبقى المنطقه مفتوحه ما تجي بليتلتس والهاي تسوي لي هيماتوما وتسوي لي ترجع بون ريموديلينج فيز لا ايش راح يصير ممكن يصير انفكشن يفلش لي هاي الرابطه كلها. تمام؟ امبلانت ساعده بري امبلانتايتس. هذا هم ماتين ابسس يعتبر. تمام؟ اور اذر فورين بوديز ممكن فراكشر توث مثلا بيشنت ذاك اليوم جاني مضروب بوكس صار عنده فراكشر بالابر سنترال الفراجمنت ماكو الابر ليب سويل. في البدايه من نشوفها تقول هاي بيوت تروما. تمام؟ انطيت انتي بايتك كفرج انطيت دهن للمنطقه رجع لي 1 ويك ليتر بعد هالمنطقه انفلين. هاي سنطابي هنا لقيت السن جو الفراكشر بيس كان جوا بالابر ليف فتحت فتحت. شو يصير لها هاي العمليه من تفتح هنا؟ لا يلا انسجن. هو انسجن هو انسجن بس له اسم بالضبط. دوروا لي عليه دوروا لي عليه. المهم فتحت طلعته رجع سيكورت 1 ويك ليتر رجع نور. ترى شفت شو كلش ريسبونس مالت فور هيلينج كلش حلو. ليش؟ البلاد سبلاي بين قوي. تمام؟ خاصة اللب هسه البرمليان شنو هي البرمليان؟ اي شنو ليش هي لونها هيك شلونها الكلر مالتها بينك تو ريد؟ اي البريفرال اندنجز مال ارتريز والفينز هنا كلش هوايه
فبلاد سبلاي كلش هوايه، فبليتلت موجوده بشكل هوايه، فيصير عندي هيلينج اسرع. الكسر وين كان؟ الفراكشر كان بالابر ليب انسايد. صح شو ربع؟ اي. اللي هو بالاكس راي ولا ضرب بوكس؟ لا 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 ضرب بوكس. التانك ليور ترى التانك اقوى عضله. اذا اقول لكم شنو اقوى عضله بجسم الانسان اقول لهم التانك، لا البايسبس لا الفورسبس لا 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 الفيمر. التانك هو اقوى عضله خاصه عند النسوان. يعني هيك مسويات لان يلعبوها عنده 6 باك اقوى من ماركه. تدري ليش؟ القلب كم عضله؟ اربعه وحده. المايوكارديا كم عضله؟ اربعه اربعه. التانك كم عضله؟ 16 عضلة. ومن عندها من عندها 8 انفولنتري. من عضلات باللسان انفولنتري انت ما مسؤول عنها، اللي هي شنية العضلة اللي تخليك تمضى، والعضلة اللي تخليك التانج يسوي ديبرس من انت تنام او تنزل عندك بريثنج صحيح، خاصة جماعة الماوث بريثر. تمام؟ فلان انفولنتري واضحة؟ نكمل. بكتيريولوجي. Suppurative infection resulting from apical abscess or apical disease commonly produce either a purogrowth or streptococcus viridans. هاي اسم البكتيريا. When cultured or a heavily mixed growth which include many anaerobics such as bacteroids. هذا راح يدخل على وحدة وحدة. شنو الموست كومن تلقاهم؟ أول واحدة ستريبتوكوكاي. ستريبتوكوكاي ايروبكس دو أنا ايروبكس؟ ايروبكس. نعم ستريبتوكوكاي بيها ايروبكس بيها أنا ايروبكس. الايروبكس شنية؟ الألفا ستريبتوكوكاي اللي ستريبتوكوكس بريديان، والبيتا هيمولايتك ستريبتوكوكس، والنوع الثالث أنا ايروبكس ستريبتوكوكاي. واضحة؟ النوع الثاني باسيلس باكتيرويدز اللي هي الأنا ايروبكس. الموست كومن هاي موجوده بكل الانفكشنز. شو وقت ما تسوي كلتشر راح يطلع لك باسيلس باكتيرويدز. ليش؟ الباسيلس باكتيرويدز ترى اكو منها نوع اصلا موجود بالاورال سلايفا هارمليس، بس ما تجي بكتيريا جديده. سامع انا واخوي على ابن عمي وابن عمي على الغريب جوي هلا بيهم هلا يلا راحوا دقوا 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 انفكشن وصار عندهم هناك قاعد. تمام؟ النوع الثالث ستافيلوكوكاي، ستافيلوكوكس بايوجينس اوريوس او البس. تمام؟ الكلوستريوم ويلتشي وفيوسو بكتيريال انفكشن اللي هو فيوسيفون باسيلي وسبايروشيت فينسنتي. اسماء تخرب اسماء رهيبه يعني هذول جماعه المايكروبيولوجي يحبون اسماء الحمد لله. نجي على clinical course مع periapical abscess. The acutely inflamed pulp will produce throbbing pain. Characteristically provoked by شنو؟ heat. بالحرارة يؤدي. تمام؟ The pain initiated sometimes with pulpal necrosis when infection go to chronic course. يعني بالأكيوت احتمال مشى عنده pain. زاد عنده شو وقت؟ من صار chronic. When infection spreads into the apical tissue, the tooth becomes tender. Tender to شنو؟ Percussion. Percussion or palpation. اثنين يكون قبل apical abscess tender to percussion or palpation. بنسوي له examination. واضح؟ Pus accumulates in the periapical marrow spaces. If a treatment is delayed, pus will penetrate through the bone. The overlying cortex spread to the soft tissue. شو يصير حولها؟ من الباس يطلع من السوفت تيشو، شو يصير حولها؟ ألسر؟ فيستولا. جنجايفل فيستولا. ليش؟ عندنا الباس البون انأكل بس بعد ما عنده مجال انه يسوي جروث بي، شو راح يسوي؟ فنتريشن للبون للكورتكس وللجنجل، تطلع لكم قطعة بيضة فوق السن.
يطلع من عندها الباس تمام؟ يصير لي بيت بس يظل بين. When وصلنا separative infection of tissue spaces result in extensive firm swelling development اللي هي cellulitis. Treatment course إنه سوي درينج بعدين introduce the treatment plan. The further course of infection شنو؟ يقول لك once the pus enters the soft tissue it tend to be directed in a certain direction by fascia. المصل attachment شنو هي الفاشيا؟ الفاشيا هي spaces between the soft tissue تمام؟ والمصل attachment and untreated will discharge in the mouth or onto the face or neck. Best method of control of any empirical infection is removal of the cause. A drainage of any pus and antibiotic. إذا نقدر نوخر الكوز نقدر نسوي مثلا extraction للتوث أو نسحب البلب نسوي له pulp extirpation عم نشيل الكوز نشيل المسبب مالتنا بعدين درينج وانتيبايتيك بعدين ثلاثة نسوي كونكت تمام؟ من يجيك هيج بيشنت with acute or chronic periapical abscess وتشوفه مورم never prescribe injection أبد ما تكتب injection ليش؟ injection tend to شنو؟ dehydrate المرضى شو تحول هذا ممكن يصير fibrosis سويت لي انت ضلت كبير فأبد ما أكتب injection مرات يقول لك انطي انجكشن وانطي وياه غير دواء ما ادري شنو ايش راح تسوي لي اللي يعرف اسمها اسمها انتي بايوما انتي بايوما شنو فايبروس ابسس اني جيفن سيتويشن يبقى فايبروس يبقى حجمه كبير وبينفول بشكل مو طبيعي وما ينزل حتى لو سويت سيرجيكال انسيجن بدك تسوي درينج كل شيء ما يطلع operation extra orally ذاك اليوم انت بقى قبل شهر شهر شهرين هنا lower six bifurcation area infection infection with bifurcation failure endo ليه هو بالابيكالي ماكو بالبيفوركيشن الانفكشن شان صار كبير طلع راح الدكتور اوبر مرتين اوبر ثلاث مرات اوبر ما دا يروح لأن الكوز موجود احنا ايش قلنا remove the cause drainage antibiotic الكوز موجود هو اللي يكمل له antibiotic 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 حجرت bifurcation area infection the bifurcation area infection ممكن due to a lot of things ممكن trauma من ده يسوي preparation mark مثلا mark tooth وصار عنده perforation صغير ما مبين تمام راح يسوي له infection بهالمنطقة يعني exo اكزو بايفوركيشن اريا انفكشن مستحيل يصير فيه لا اول شيء فتحت منانه انفلوب فلاب ريفلكشن شلت الفايبروسيس سوجا طيب اي كيس ممكن يصير وران انت بايوما قبل رفيرت الهوسبيتال لا يعني ما يصير قبل ما يصير قبل سيلولايتس ما يصير قبل سوي درينج وانتيبايتيك باي تابلت تمام؟ اكو تابلت بي هيفي دوز لو منتين ترى بي واحد غلط بقدر بيش يدخل 1 باي 2 تمام؟ نكمل البريكورونال انفكشن البريكورونايتس قلنا انفلاميشن اوف ذا سوفت تيشو حكيناها هاي فود كولكشن وذ بكتيريال انكوبيشن تروما فروم ذا اوبوزنج تيث هاي هم قلناها نجي على الكلاسيفيكيشن مال البريكورونايتس عندك كرونيك سب اكيوت واكيوت with the chronic there is a mild discomfort قليل and in sub acute there is a well localized dull pain with a swollen gum بس بالاكيوت a combination of intra and extra oral clinical features اللي هي شيء راح يجي عليها limitation of mouth opening maybe marked pain is a throbbing and severe pyrexia severe malaise and anorexia. شنو بايركسيا؟ ارتفاع درجة
انت بعد حراره الجسم تمام. سفير ماليز شنو ماليز؟ نحول او تعال نحول. انا راكسيه 15 شهر تشوفوا هاي كلها ويا شنو؟ ويا الاكيوت اكيوت بالكورونات. الريجنال ليف نود ار تندر ان ال لارج. ليش؟ هو ليش صارت تندر ان ال لارج؟ شنو شغلها؟ الليف نود شنو شغلها؟ رينج اوف وات؟ اكسدنت لا يعني مال مال القفاز مال البلد ويست برودكت. اعتبروها مستشفى عسكري صح تمام. طلعت الليمفوسايت والفاجوسايت والجرانيولوسايت وراحت على المكان مال الانفكت صار الجرحى. طلعوا بالسوق تعاركوا بده شنو وياهم ماتوا كم واحد منا ماتوا كم واحد منا. شو يجي الليمف؟ الليمف يصفي لان الشغلات من البلاد ستريم ياخذها للليمف تمام. ليش تونسيلايتس دائما تصير ويا كومن كولد؟ كومن كولد فايرال بس الجسم ايش يطلع؟ يطلع انتي بوديز بس ما يعرف شو يسوي بيها. يروح يتعارك هناك يموت ويرجع للنود يموت ويرجع للنود. كان بيقول لك واحد قضيه خسرانه واذا بيها جنود هي هاي نفس الحال هاي خسران هاي هم خسران فتصير انلارجد وتندر. حلو؟ If untreated the infection is likely to spread to the adjacent soft tissue. شنو هي التشو سبيسز هنا الموجوده؟ هي من اللور 8 فاشيا السبيسز اللي هي من اللور 8 شنو هي؟ صدق؟ سواء بون او اي شيء؟ لا داعش السوفت تشو سبيسز سوفت قلنا احنا الفيشيا الفيشيا هي السوفت تشو سبيسز تمام؟ يا من لو اي شكو لا حبيبي لا لا الفروتيد سبيس سب مانديبلر سبيس سب لينجوال سبيس سب منتال سبيس لان السبيسات اللي بين المصل وبين البون او بين الاذر سوفت راح يطبوا هنا. ليش؟ مكان فارغ لقاء طبوا عم يطبوا يلا 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 يلا, يلا. صارت الجماعة عندنا ومقبط الإمام طلعوا برا. نفس الحالة نفس الحالة هنا التريتمنت يقول لك there is an abscess this must be شنو incised and drained with antibiotic course incised and drained. هاي دا عشان شنو عندنا abscess كبير. If there is no abscess gently irrigate with water normal saline. بس اغسل المنطقه اذا ما كان اكو ابس اغسل المنطقه مو سوفت تشو صايره. اجيب نيدل سرنج اسحب نورمال سلايد اغسلها ثلاث مرتين ثلاثه انظفها اطلع الفود امباكتد الجوه ممكن يصير لعده شنو ريليف. يقول لك if it is aggravated by hitting from the upper third molar this should be relieved by extraction or grinding of the upper third molar. مو كل شوية هالنقطة هاي نقدر انه نشيل هاي النقطة او نفصل. Antibiotic therapy such as metronidazole اللي هو شنو هو؟ لاجي فينو سيلين بنسلين اللي هو الاموكسيلين اسمه الطويل مالته تمام؟ عفوا شو اسمه؟ اسمه هذا البنسلين برتقال معفوف شي بنسلين مثل بنسلين عفوا ست كل 6 ساعات او اموكسيلين كل 8 ساعات تمام. كلهم احنا العراقيين اموكسيلين قام بعد ما يشتغلوا هسه وصلنا للسبريدنج انفكشن بالسوفت تيشيو. الانفكشن سبريدنج ان ذا سوفت تيشيو may take the form of the following cellulitis. This is spreading infection of the loose connective tissue. It is a result of streptococcal infection and does not normally result in the formation of large collection of pus. Does not normally result in the formation of large collection of pus. ليش؟ احنا قلنا اذا صار large quantity of pus يصير عندي cellulitis بس يقول لك مو normally موجود. ليش؟ دكتور محتاج يمكن تروما لا 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 ركز لي على النقطة. يقول لك
does not normally result in the formation of large collection of pus. ليه؟ دكتور هي أصلاً لوز يعني أي كمية من البس تأثر عليه؟ لا هي شنية cellulitis؟ قلنا a spreading infection of the loose connective tissue. تمام؟ هو أصلاً ما يصير إلا إذا أكو large quantity of pus. بس يقول لك مو دائما موجود بين large quantity. مو دائما يصير spreading. عافية. مو دائما يصير spreading to the soft tissue. ما يصير عندي fistula. ما يصير بالبون نفسه localized. بس مو دائما يصير الانفكشن through the soft tissue. واضحة؟ Antibiotic usually arrest the spread of the infection and bring about complete resolution of the condition. ثاني نوع separative infection caused by staphylococci either with anaerobes such as bacteroids and may produce large accumulation of pus which will require immediate drainage. هنا لازم drainage. بس السيلاتيس ممكن تعوفه. ها اكو شغله ثانيه بالتريتمنت مال اني انفكشن كولد ووتر باك كمادات مي بارد ليش از كونستراكشن بعد توقف البليدنج ريليف اوف هيت الهيت بينفول ما قلنا وقلنا الهيت بينفول فما احط له وورم باك اني ايش راح يصير عنده الاستميره بروديوس سبيس واضحة؟ ثلاثة جنجرين تعرفوا الجنجرين؟ due to infection by gas forming organism anaerobes which result in the muscle necrosis like Ludwig's angina which is rare rare في الأورال كافيتي نلقى جنجرين بس موجود تمام؟ هسه نجي على الـ ways of spread soft tissue infection and their spread الروتس by which infection can spread are as follows. By direct continuity through the tissue. يا أما أنه هو اللي قمت مكانه طلع من عنده. By the lymphatics and regional nodes. يروح باللمph node. ثلاثة by the blood stream like in cavernous sinus thrombophlebitis. Or in case of bacteremia, septicemia and pyemia. شنو هي bacteremia؟ بكتيريا بالدم بكتيريا بالدم بالبلاستيك سبتسيميا التوكسين والبايميا شنو بكتيريا والتوكسين بكتيريا والتوكسين بكتيريا والتوكسين بالبلاستيك تمام شنو يصيحوا له امبوليك ابسس للامبولي النمبر اوف فاكتورز افكت ذا ابيليتي اوف انفكشن تو سبريد اللي هي شنو هي تايب اوف فيرولنس اوف ذا اورجانيزم اور اورجانيزمز نوعية الوحشية مال الموجود. اثنين failure to drain accumulation of pus. ثلاثة the state of the patient's health ممكن diabetic or malnutrition دول يصير عندهم infection أسرع من البقية. ليش؟ due to the presence of no antibodies. antibodies كلش قليلة. immunity كلش قليلة. يصير عندهم. أربعة the effectiveness of the patient immune mechanism. لأن الأربع نقاط حفظوا لي يعني. دني اساسيات بالشغل مال انفكشن من يجي عندي انفكشن اسال البيشنت هالاربع اسئله ايش قد صار له عم اعرف الوحشيه مال الاورجانيزم تمام اباو اتسايد ذا اورال اشوف اكو مكان صار بيدرنج لو لا ثلاثه اشوف الهيلث مالته عنده ديابيتس لو مال نوتريشن والرابعه والاخيره اشوف الاميون سيستم مالته اسئله بيصير لك بلاونزا قلب الطين بلا عينك بنصير عندك بلا عين قلب الطين دائما انت من المكان مال انفكشن اللي صاير بيه انفكشن بالسوفت تشو يبين يصير عندي مثلا يقول لك يصير عندنا فستشوله جنجايفل فستشوله سوفت تشو فستشوله هاي النقطه البيضاء اللي يطلع منها الباص اذا موجوده هو اي تشوفيها قدامك هو البيشن راح يقول لك سايلنس بيت البيشن راح يقول لك راح يقول لك يطلع من عندها فشي ريحته ما طيبه ريحه حلقي ما طيبه وطعم ما طيب هاي معناتها اكو درجه due to fistula or due to soft tissue ممكن يطلع من بردر تمام نجي على anatomical factors influencing the direction mass spread اول شيء السايد البوينت at which the pus escaped from the bone the natural barriers such as bilayers or fascia or muscle
المسلز which commonly play a part in the containing infection around the jaw are شنية المينو هاي ليش أتات المات وكش قوي بالسمين هو باكسينيتر مسيتر يدفع لي infection inside wall medial pit and lateral pterygoid muscle temporalis constrictors of the pharynx ها هاي هاي منو يعرف شنو فائدته الكونستريكتر of the pharynx pharynx شنية الفارنكس حجر بس الكونستركتر مال فارنكس ايش راح تسوي؟ راح تسحب هاي المنطقه تسوي لها تنس فما يقدر الانفكشن يعبر هنا وين راح يرجع؟ راح يرجع من السمنج وول سبيس على السمنج واضحه ولا واضحه ولا شوف انا دائما اقول شغلتي واي ان هاو اي شيء تريد تعرفون شنو هو؟ سؤال واي ان هاو لان الكويستشن لان كلش مهم تخليك تفتهم اسرع واضح؟ The fascia are the investing layers of the deep cervical fascia. The prevertebral fascia, pretracheal fascia, the parotid fascia, and the carotid sheath. Then the fascia can do limitation and infection. Site at which pus accumulates. The pus tend to accumulate in the specific regions, which are referred to as tissue space. We are here, Ola. Pus tend to destroy. شغل تي فيلمش. شغل تي فيلمش. Yeah. The soft tissue over. تمام؟ يقول لك pus destroy the loose connective tissue and separates the anatomical boundaries of the compartment as it increases in volume. So, creating a space, abscess cavity, bounded by muscle, fascia, and bone. The muscle منا, fascia منا, and bone منا راح يصير مكتبس. تمام؟ بالنسبة لنفرض مثلا صار عندك maxillary upper six periapical abscess وصار عندك طفر على soft tissue. وين ممكن يصير عند الساينس؟ لا اكو سبيس هالمنطقة هاي ممكن يصير عندي زيغوماتيك سبيس يوصل للإنفرا أوربيتال سبيس ممكن حتى البيري أوربيتال سبيس تجي عينه طافية ماكو عين هاي العين مطبوقة هيك شنو؟ درينج نوخر الكوز قبل درينج Remove the cause antibiotic. لأن ثلاث خطوات حفظوه. أساس شغلكم لأن ثلاث خطوات. Remove the cause. Train. Antibiotic. لا. في soft tissue لا. إذا كان localized بس في البون. اي مرات اللي ليبس متهمات من شيل الكوز مثلا خلعنا التوت. الانفكتد. لا تسوي لي درنج راح يبقى فوق شلون اسوي درنج اخلي البيشنت يتمرمط بحيث انه تطلع شكل جو او مثلا اغسله بنورمال سلام اسوي له ووش هذا هم درنج تمام الامبورتنت سبيسز اند بوتنشال سبيسز ان ذا فيسينيتي اوف ذا جوز ار ان فولو ايش عندنا سبمنتال سبيس اللي هو جو التشن Submandibular space, sublingual space, buccal space, submasseteric space, parotid compartment, pterygomandibular space, lateral pharyngeal space, or peritonsillar fossa. تعرفون الدنيا ما تعرفون. لا أشرح لكم إياها واحدة واحدة. Submental high. هاي سب. Submandibular high. Sublingual هنا جوا التان. Posteriorly. البكال سبيس هذا اللي هنا جوا المسيتا تمام سبماسيدريك سبيس اللي هو صاير جوا بعد اللي ورا الباروتيد كومبارتمنت هذا اللي ان فرونت اوف ذا اير
بتركو ماندي من سبيس اللي هو منا وراجع للبتريكوي لا ترى فرنجي سبيس اللي هو هذا تمام وبريتونسلر اللي هو صاير ورا عالتونسس اللي قلنا الكونستركتر اوف ذا فانيس راح تمنع لي يصير بيها سيف رادي واضحه ان ريليشن ذاك بوينت باك اب باللور جو بالابر جو شنو هو وذين ذا لب وذين ذا كناين فوسا بليتر سوبر سبريوستيال انترفالز ماكزيلري انترام انفرا تمبورال فوسا والسب تمبورالس مصل انترفالز لاني وين بالابر جو potentially infected spaces related to the lower jaw. راح يشرح لك واحدة واحدة. يشرح السيرجيكال انتومي مالتها مكانها والتريتمنت شلون نسوي. هسه سمنتال يقول لك لايت بتوين ذا مايلوهايد مصل اباف اند انفنتنج ذا لاير اوف ذا ديب فيشيا بلو اند كفرد باي ذا بلاتيزما مصل. Contain the submental lymph node, which drain lower incisors or lower lip. On the tip of the tongue infection. Submental abscesses forms a swelling beneath the chin. Now, we can see lingual inside the patient mouth. Behind the lower two centrals. The treatment is transverse incision through the skin behind the chin. And drain inserted after opening the abscess with sinus forceps. ليش منا؟ ليش مو من inside؟ فتحة صغيرة أجيب اللي يسيحوا لها الساينس فورسيبس أفتح زين بهالمنطقة أساتشو لا لا أساتشو المنطقة لازم أساتشو ليش ليش لا من يحكي من يأكل هاي المنطقة تفتح في السد تفتح في السد تفتح في السد فكل ما هاي راح يفتح أكثر يفتح أكثر من كسر عندي أنا أسوي له إن شاء الله الثانية هو في غنى واضح؟ Submandibular space infection. يقول لك it lies between anterior and posterior belly of the digastric and contains the submandibular salivary gland and the submandibular lymph node. فيش راح نكتب عن مكان مالتها attachment مال مصل. ركزوني هنا. يقول لك infection might spread from the submental or sublingual space to the submandibular space. Middle third of the tongue. The posterior part of the door of the mouth, upper teeth, cheek, and palate, and maxillary sinus. كل وين ممكن تسوي درجة تو ذا سبمنتال لمف نود. شوف شو منطقة. شو منطقة. سبمنتال. سبلينجوال. تمام؟ سبمانديبولار. ميدل تير. تانج. Posterior part of the door of the mouth, the upper teeth, cheek, والpalate, والmaxillary sinus. ممكن تسوي درجة وين؟ على السبمانديبولار لمف نود. لا شنو هالفلوت هاي العظيم؟ تمام؟ السايد والسيمتوز مالتها شنو؟ فيرم سوالينج بولجز اوفر ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل هنا تمام؟ وير ذا فيشي ارتري بروسس ات از يوجوالي تندر التريتمنت الدرينج اوف ذا سبماندبلر ابسس ثرو ذا انسجن ميد بارالل وذ اباوت 2 تو 3 سنتيم بلو ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل السكين اند سبكوتينيس تيشيو ار انسايز اند ذا ساينس فورسز بوش تو ريليز بس How much? After extra orally, sinus. 2 to 3 cm, with lower border of the mandible. I'm saying the drainage. Then why ليش أنا فتحت هنا؟ يعني هو ما نازل هو مو ما بقى الانفكشن عندي فوق. نزل السبب إنه واحد يجيب البيشنت هيك مرة. أنتوا مشكلة مش شايفين. هسه تشوفون تذكرون هيك. يجيك البيشنت هيك. سوالينج بحجم ممكن برتقال. صغير أو لانجيل كله هنا وجه مفهوم تمام صحيح والله ملاحظة صحيح سبرينج وول سبيس هم عادين يحشي على المارتة جاجي كان اسمه المارتة جزبين الكافي جزبين الكافي
نجي على هاي شوية الكلينيكال فيتشر مال سابلينكو. A fair painful swelling in the anterior part of the floor of the mouth which reflects the tongue medially and superiorly. Infection from tonsil space can spread directly upon the sublingual space of the other side or to subandibular space. The parapharyngeal pterygoid spaces via the lymphatic to the subvertebral nerve to subandibular nerve. The drill matter shwaye hnane mushkil. It goes like incision and drainage with extraction of responsible tooth and antibiotic therapy. The incision should be lateral to the sublingual perique because medially lies the submandibular duct of the sublingual artery. For when I hope lateral. يعني وين؟ بالحافة. متى؟ بس شنو؟ هيش حالة ما سوي درامج. قبل ما سوي درامج. ها؟ arteries of wire. veins of wire. مشكلة. الفلورا ما في كلش مشكلة. بس شو اسوي؟ extract the infected tooth وانطيه heavy dose antibiotic وانتظر هو يصير ريزولف. هذا حكي كتب ما جرعت الماكسيلو فيشن يفتح بكيف هو وشخبط لخبط الالوان وصار زين سيطر عنده كنترول بس انتو لا ما انصحكم هالشغله ريموف انتي بايوتيك كفرج وريكول ون ريكول واضح؟ نكمل لدوينج انجاين شويه بيها حكي هوايه يقول لك this is a clinical diagnosis of massive vermiculitis affecting submandibular and submental region and the sublingual space bilateral دكتور باللور؟ باللور وش يقول لك؟ submental sublingual submandibular بس شنو مشكلتها؟ bilateral يعني مو صفحه واحده صفحتين مربعات تمام؟ الايتيولوجي follows a periapical infection from the tooth which has already caused a submandibular infection. The infection then spread to the sublingual space on the same side. From this it passes to the opposite sublingual space with submandibular space. يعني ممكن توث واحد بصفحة يترأج ولهذا دائما انا انصح periodic visit for the dentist are important حتى بالنسبة لي. أنا هسه علمت البيشنت مالتي إنه كل ثلاثة أشهر عنده شيء ما عنده شيء مرة ثانية يجي بس أفحص تمام؟ لأن ممكن any simple infection يسوي له الوكنجا reflect anything مشكلة البيشنت العراقي إنه علاج طبيب أسنان إلا إذا أنت أسنان حتى من يدي ما يروح Okay. Size with symptoms. Massive brownie bilateral submandibular swelling extend down to the anterior part of the neck to the clavicle. Intraorally, the swelling forces the tongue up against the palate. The patient is very ill with temperature rises 40 and above. Deglutition is difficult and progressive dyspnea. Which might be followed by edema and the glottitis causes a complete respiratory obstruction, which is fatal. يعني إذا ما يسيطر عليه سوالي close بالفرن asphyxiation death from infected tooth. No. The treatment. يقول لك there is a limited use for general anesthesia which needs skilled and experienced anesthetic hygiene. المهم it is usually possible to drain pus after local infiltration of the skin and subcutaneous tissue overlying both submandibular regions with analgesic solutions such as 2% lignocaine with adrenaline. Additional drainage can be effected through the floor of the mouth. Whenever an operation is performed, tracheostomy set must always be readily available to use in emergency. ليش؟ And we are also normal.
لي ليش اخذت تريكستوم كذا؟ عرفوا شو تريكستوم ولا لا؟ سامعين يقول لك بيشنت ممكن مثلا صار عنده تروما هناك ربطه بوكس تقصدي هاي فيصل ولا لا؟ كلهم بوكسات بوكس اللي هناك او مثلا ضربه هيش ممكن تكون فيصل ليش؟ اذا انكسر العظم مال فارنكس ايش راح يصير؟ ما يصير كولابس بالاير واي سبيس. فاجي هاي الادم ابل اصبعين جواها اسوي هوريزونتال انسجن هنا فتحه تمام افتح السكيل اجيب لي تيوب هو صوندا هاي مالتهم بانشر للفارنكس بس اعرف انه عند الفارنكس مو باللايف مسويها قبل هاي دكتور؟ تريكستومي؟ ايه لا صوندا؟ ايه دكتور مو هي باور انت شوف الفارنكس وراها لارنكس ليش اقول لك اعني الفارنكس مالتها البوردر بس من قدام مو من ورا ورا اوبن اوبن على شنو على لارنكس فاذا جيت دخلت الصوندا انا بفور ممكن اطب اللارنكس والهواء راح يطب وين بالمعده مو بالرئه فلازم على كيفي اعرف الباندريز مالتي وين اطب واضح Abscess formation in relation to proximal muscle. آه هنا هم بعدين شئنا عليه. الله الله. بس الناس. فجزوا عليه. السبب سيترك abscess شوية عنده. طلع رجع زباب. Infection from retromedullary fossa spread into the submasseteric space between the middle and deep head of the masseter muscle. Pericarditis related to vertical or distoangular jaw, lower temporal, is most likely to lead to submasseteric space infection. The clinical feature might have been external facial swelling. Now, on four. Tamam? Confined to the outline of the masseter muscle, it is acutely tender and gives rise to an almost complete limitation of the opening of the mouth, which is an important diagnostic feature. It can be drained by skin or mucosal incision and antibiotic control. If left without treatment, low-grade osteomyelitis of the lateral cortical plate of the ramus will occur, which is the cut of the blood supply from the muscle to the ramus. واضحة هاي النقطة. Radiographical examination. The posterior anterior radiograph, you can see a new bone formation and bone destruction lateral on and in chrome cases, sequestrum might be seen. A differential diagnosis مالتها شنو هي؟ masseteric infection, focal space swelling, parotid swelling, ramus swelling. The treatment mallets have in early stages remove of the causative tooth and give antibiotic. In established cases, incision in the lower part of the anterior ramus intraorally. Corrugated drain should be used. The skin incision behind the angle of the mandible is used when the mouth cannot be opened. يعني إذا ما أقدر أدخل عن طريق الميوكوزا عن طريق الانتراورال أفتح هنا منا هاي in front the ear loop الجوة من قدامها أفتح لحد نهاية the angle of the mandible. سويت رجل تمام؟ بتلقى ما تبدأ تقروها انتو ما احتاجها لا تنظر انت يلا ما تين نفس الحكي اهنا انفراتمبورال فوس عفو شيء انفراتمبورال فوس ولا لا؟ اللي هي ياهي رجل هنا temporal bone يا هو temporal infratemporal يا هو هي بين تمام هاي مشكلتها مشكلة راح تقروها تمام بس أكو شغلة أبدأ أحكي عليها بالدنيا كبيرة يقول لك acute infratemporal fossa infection tends to follow infection of the upper third molar and occasionally from local anesthetic injection. ركزوا لي عليه.
acute infratemporal fossa infection tend to follow infection of the upper third molar and occasionally from local anesthetic injection with contaminated needle. جيت انت دخلت النيدل بالأفراد سفر سويت لي سب شو اسمه دائما اقول انا النيدل من داخلها ندخلها على كيف ما ادخل ديب ادخل بالكمية اللي تكفيني وادفع على كيف ممكن انت من داخلها تحت انت ما مو النيدل انت ما نسيتك سلوشن دفع لي صار لي فوق ليش هاي المنطقة عالية بالنسبة للشغل حتى لو صار انفكشن باللور اي غير اللي يوصل هنا تمام بس ممكن انت قاعد تدفع من قاعد تشتغل واضحه هالنقطه هاي هو بس تركزوا لي على هاي البقيه تقدرون تقرؤوا انتم بالبيت ان شاء الله هاي خلص واضحه المحاضره